before that, then I'm done. I'm gonna go out. أنا اسمي حافظ، عمري 15. والله أنا جاي من سوريا، من درع الصنمين اسم القرية، وهربنا من شدة القصف، وأبي ما بيقدر يمشي على رجله منيح، فجينا على الأردن، بعدين إنه كفلنا على السموع هي بربد، بعدين إجينا لهون. ارتحت إنه كمان طلعت من سوريا، بس بنفس الوقت بضلني بشتغل أهلي هنيك كمان. كنت هنيك أدرس وما أشتغل. أنا اسمي أبو خليل، والده لحافظ. قعدنا بالزعتري شهرين ونص تقريبا، فكانت في صعوبة كتير بالنسبة إلي بالزعتري، لأن الزعتري كان طريق كلياته بحص وحجار، والمنطقة اللي قاعد فيها هناك، فكنت روح اضطر امشي 3 كيلو متر للمونة لجيب المونة على الفوضي مشان نجيب المونة. أنا معي شلل أطفال برجلي اليمين بنسبة عجز 40%، ومعي تآكل غضروف برجلي اليسار، انزلاق غضروف فقرات، وممنوع من الشغل وممنوع من الوقفة. اجيت لهون على إربد على لواء الكورة، واستأجرت بيت وقعدت فيه أنا وولادي. أنا عندي 8 نفوس. نحن عيلتين، عيلة أخي وعيلتنا، وثمان أشخاص، كل عيلة 4. كنت لقي صعوبة كتير بالأجار البيت، فكنت أني اضطر خلي حافظ يشتغل ويساعدني شوي بأجار البيت لأم ولو جزء بسيط من أجار البيت. أنا كنت اشتغل زراعة بصل، وهلا عم ننظف عند البصل، وبازيلة وبلوك وتعشيب وحطاب بمطعم اشتغلت. من سنة زارونا الإغاثة الإسلامية وعرفوا انه عندي ولد وبنت، هدول يعني انه صغار بعدهم خرجوا يدرسوا، فسجلوا لياهم، والحمد لله كتر خيرهم صاروا يساعدوني بأجار البيت، يعني يعطوني أجار البيت يساعدوني فيه. أنا بدرس الإنجليزي وعربي ورياضيات ونشاط وحاسوب. أنا ورفقاتي بنوقف عند محطة القيانوسي للمي، وبيجي حد بنستنى باص من المركز حتى يجي وبياخدنا. أنا اسمي ابتهال بنرشاد، مدرسة لغة إنجليزية في مشروع البيئة الآمنة والتعليم الاستدراكي بالإشراك في مركز أيتام الكرة بالإشراك مع الإغاثة الإسلامية. مشروع البيئة الآمنة والتعليم الاستدراكي هو مشروع هادف يستهدف أول شيء اللي هو الطلاب السوريين المنقطعين عن الدراسة. أنا لاحظت صراحة بحافظ أول ما عرفته أو قابلته في الصف كان يعجبني شغله، في إنه في عنده إرادة في التعليم. والله أنا حاسس حالي تغيرت كتير، لأنه كانت إنه ما نعرف الإغاثة الإسلامية، حتى ما إجت ساعدتنا صرنا أحسن، صرت أتعرف على رفقاتي أكتر، صرنا نلعب مع بعض. أنا بحب صير مهندس إلكترونيات لأنه أنا بحلم إنه صير مخترع إلكترونيات.